مشاهدينا بنرحب بحضراتكم مرة تانية وحديث عن نقابة الإعلاميين ودورها المنتظر وإيه آخر التطورات اللي وصلت ليها. أخيرا بقى عندنا نقابة بركولنا. مجلس الوزراء كان وافق على تشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بتتكون من 11 عضو من أصحاب الخبرات والكفاءات في القطاع الإعلامي. هيكون هدفها هو الإعداد لانتخابات النقابة وترشيح الأسماء، واللجنة دي برئاسة ضيفنا النهاردة وهو واحد من القامات الإعلامية الكبيرة، هنتكلم معاه في كل ده. بنرحب بضيفنا الإعلامي القدير الأستاذ حمدي الكنيسي، رئيس النقابة التأسيسية للإعلاميين، أو نقدر نقول بقى رئيس نقابة الإعلاميين على طول، مش كده؟ صباح الخير يا فندم. صباح الخير. عايزين بقى نتكلم على نقابة الإعلاميين، وضعها ايه دلوقتي، وامتى هتقدر ان هي تباشر عملها بشكل مباشر، وامتى احنا كاعلاميين نقدر نتقدم لعضويه النقابه. تمام. هو مبدئيا لازم نعرف ان نقابه الاعلاميين هي المرجعيه المهنيه للاداء الاعلامي. مفيش جهه اخرى غيرها. هي النقابه ده دورها تماما يعني. وبعد ما انت اشرتي الى القانون اللي صدر عن مجلس النواب وصدر من الرئيس فتح السيسي، بعد ذلك تم تشكيل اللجنة الدستورية، اللجنة التأسيسية. وأنا عاوز أقول إن اللجنة دي دورها أكبر مما تصوره البعض، وهنشرحه فيما بعد بالتفصيل، إنما خطوات التأسيس مستمرة. هل هيكون دورها رقابي، بمعنى انه احنا عندنا الهيئه الوطنيه للاعلام وهي بتقوم بدور الرقابه ايضا على الاداء الاعلامي، فهل ايضا النقابه هتقوم بهذا الدور ولا هيكون تقسيم المهام ازاي؟ لا، هو الهيئه الوطنيه هي البديل لاتحاد الاذاعه والتلفزيون، يعني هي على مستوى اعلام الدوله او الاعلام القومي او الاعلام الرسمي، المصطلحات كثيره قوي. فده خاص بمسبيرو. إنما النقابة للإعلام المصري كاملا، إعلام رسمي وإعلام خاص. طيب عايزين نعرف بقى، طالما كده عايزين نعرف يعني كيفية التقدم أو إيه الأوراق المطلوبة كإعلاميين عايزين يتقدموا للنقابة، وإحنا أول ناس عايزين نعرف بقى الموضوع ده. هو مبدئيا لازم نعرف الإعلامي. الإعلامي هو كل من يشارك فكريا وعمليا في صياغة المادة الإعلامية، في صياغتها المضمون والشكل. وبالتالي أي إعلامي بيقوم بهذا الدور، القانون يعني حدد شعب معينة، المذيع، مقدم البرنامج. الفرق ما بين المذيع ومقدم البرنامج للتوضيح برضه؟ هو الشكل العلمي، بس خد بالك الشكل العلمي بتراجع مع اللي بيحصل في الإعلام. أيوه. المذيع عادة هو مذيع التنفيذ اللي هو بيقرأ نشرة الأخبار. تمام. يعني مذيع تطلق على من يقرأ نشرة الأخبار. مقدم البرامج اللي هو زينا كده، بنقدم برامج. بالضبط كده. تمام. فده الفرق الموجود. يعني احنا بنتكلم على الاعلام المرئي فقط، يعني نقابه الاعلاميين بتخص العاملين بالاعلام المرئي فقط وليس المسموع او المقروء؟ لا، الاعلام هو الاعلام المرئي والاعلام المسموع. يعني فيما يخص راديو وتلفزيون الاثنين، علشان يكون منفصل عن نقابه الصحافه او الصحفيين. ده تمام. طيب الصحفي اللي بيقدم برنامج تلفزيوني ده هيكون وضعه ايه؟ هيخضع لأنهي نقابة، ولا هيكون معاه كارنيه للنقابتين؟ لا، مفيش هي مفيش جمع بين النقابات. مفيش جمع بين النقابات. طيب وضع الصحفي اللي بيقدم برنامج تلفزيوني؟ لا، أنا عاوز أزود السؤال بتاعك. وضع الصحفي، وضع الرياضي، وضع الفنان. صحيح. أي حد معاه كارنيه نقابي، أي حد ما هوش عضو في النقابة. اللي ما يكونش معاه عضو في النقابة ده عشان يمارس هذا العمل لابد أن يحصل على ترخيص بيسمى مزاولة المهنة. تمام. يعني مش هتمنع، مش هيكون في منع للصحفي من انه يكون على الشاشة، ولكن هيكون معاه ترخيص من النقابة. معاه ترخيص، انما وهو بياخد الترخيص كده من النقابة معاه صورة من ميثاق الشرف الإعلامي. ايوه. وايضا مدونة السلوك المهني. وهو بيوقع بالالتزام بالميثاق والمدونة، وايضا الالتزام بما تراه النقابة من إجراءات
في حالة تجاوز المثال. إيه المقصود بمدونة السلوك المهني؟ يعني يمكن الميثاق الشرف الإعلامي مفهوم، ولكن إيه المقصود بمدونة؟ هي المدونة زي ما تعتبرها اللائحة التنفيذية لميثاق الشرف. يعني بعض التفاصيل، لأن أحيانا بتبقى في مواد في ميثاق الشرف قد تبدو أنها فضفاضة أو عامة شوية، فالمدونة بقى بتحدد بشكل. هي الجهة التنفيذية نقدر نقول عليها كده، اللائحة التنفيذية بتاعتها. تمام. طب ماذا عن العقوبات بقى؟ العقوبات بتبدأ من التحذير أو الإنذار. تمام. ده أول حاجة. أول حاجة. ثم الإيقاف لمدة قد تصل إلى 3 شهور إلى 6 أشهر. ثم إذا الإعلامي ما سألش بقى في النقابة ولا الكلام من ده، بيبدأ فيه تحرك آخر. بمعنى أن النقابة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحاسب بقى القناة نفسها، الإدارة. يعني نقدر نقول العقوبات ملزمة ولا استرشادية فقط؟ لا، دي ملزمة، ما فيهاش فرصة. ملزمة يعني دي بتصل مش إلى كل قناة وحسب رؤيتها، يعني حسب رؤية النقابة. النقابة دي ما هنتكلم عن رؤية القناة بعد كده، إنما حسب رؤية النقابة اللي هو ميثاق الشرف والمدونات السلوك المهني، دي الشروط اللي لابد من الالتزام. ايه اهميه ان يكون في نقابه للاعلاميين؟ يعني غير، يعني هل هتحفظ لي حقوقي انا كاعلامي؟ يعني ايه فايده وجود النقابه لي انا كاعلام؟ ليك انت اولا للاعلام بصفه عامه. انقاذ الاعلام من حاله الانفلات والفوضى اللي موجود. تمام. وما فيش في الدنيا نشاط بيتم دون ان تكون هناك نقابه ممثله للمجتمع المدني. تمام. عشان تحط الضوابط والامور تمشي ازاي. تمام. فده شيء مهم. بالنسبه بقى لمن يمارس الاعلام او لعضو نقابه، ده يعني امور هامه جدا. ايوه. بتضمن ليكي النقابه حريه التعبير، بتحميكي في اي مشكله اداريه مع الجهه اللي انت بتعملي فيها، ونقابه بتطلع محامي معاكي الى اخره، بتضمن لك كل متطلباتك المهنيه وايضا الاجتماعيه. واهمها طبعا مباشره العمل الاعلامي في الجهات الرسميه بهذا بالكارنيه العضويه. ده طبعا. يعني ده هيسهل للاعلامي ان هو، ما هو عضو النقابه مش محتاج بقى ياخد تصريح من المزاوله. التصريح ده يا فندم بقى هيبقى بناء على ايه؟ او على اساس ايه هيتم يتعمل له تصريح بمزاوله المهنه؟ هو اذا كان بيمارس فعلا العمل وبيجيب ما يثبت ده، بنقول له خلاص في مرحلة جديدة بقى. انت الاول كنت شغال دون اي اتفاق ولا دون اي يعني امور تحكم العمل، دلوقتي في نقابة وبنقول لك ان انت بالضرورة تلتزم بهذه. يعني انا من دلوقتي اقدر ان انا اخد ورقي من الجهات اللي انا بعمل فيها واتقدم الى مقر النقابة؟ طبعا. فين مقر النقابة الاساسي؟ حاليا مقر النقابة الاول كان عرض عليا دور أو شقة كبيرة في مبنى هيئة الاستعلامات في شارع طلعت حرب. الحقيقة أنا رفضت وقلت مش معقول نقابة الإعلاميين باسمها وحجمها. صح. وخدوا بالكم ودورها الخطير. طبعا. يعني دور نقابة الإعلاميين يتجاوز أي حاجة تانية. تطلع في شقة يعني. وكان حصل اقتراح أن في فيلا جيدة في شارع قصر العيني، واقترحت ده. والحقيقه رئيس الوزراء مشكورا بعد ما كان صرح فعلا ان هو خلاص هناخد الدور ده او الشقه دي اللي هي في مبنى هيئه الاستعلامات. فانا لما رحت هناك وقلت لهم لا يا جماعه احنا رافضين ده خالص، احنا عايزين مقر منفصل، واحنا عندنا وخاص. مقر منفصل وكنا صورناه. والحقيقه رئيس الوزراء وافق على المقر واخذناه فعلا. هو تبع وزارة البترول، شركة مصر للبترول. هو في شارع القصر العيني. وفي شارع القصر العيني، مكان جيد جدا. بس هو كان المكان إلى حد كبير مهجور يعني. فدلوقتي احنا شغالين مع المقاولين العرب في إصلاحه
وإعداده بشكل كامل. يعني هو لا يزال في مرحلة الإعداد والتأسيس دلوقتي. طيب احنا هسأل حضرتك برضو سؤال وهنرجع لسؤال مهم جدا، الأوراق المطلوبة عشان أول ما يتم التأسيس نتقدم على طول. بالظبط. دور برضو الدخلاء، وأقصد بالدخلاء يعني مثلا اللي هم لا يحملون كرنهات الخريج المفروض يشتغلوا في الإعلام، يعني زي ما حضرتك قلت إذا كنا بنتكلم على الرياضيين أو الراقصات أو الفنانات اللي دلوقتي بقت منتشر جدا ان هم بيقدموا البرامج، احنا قلنا هل الناس دي هتقدر ان هي تستخرج الكارنيه برضو بتاع نقابه الاعلاميين؟ لا، دول لو ما يحمل النقابه لمين؟ النقابه لمن يمتهن ان تكون عمله الاصلي مهنه الاعلام. يعني حتى لو بيقدموا حاليا برامج او هكذا مفيش، مش هينفع يتقدم للنقابه ان هو يستخرج كرنيلي. ما لا، لازم يكون عمله الاصلي اللي عايش بيه هو الاذاعه او التلفزيون. يعني مش هنشوف رقصات اللي هم بقى خارج هذه الفئات بتصريح بمزاوله المهن. ده حضرتك ذكرت فعلا الجزئيه. احنا بس بنأكد في التاني عشان نعرف الدخلاء دول هيبقى بتصاريح ولا هيتم استخراج، لكن كده خلاص تمام، دول بتصاريح اللي هي مزاوله المهن فقط بالظبط، ويخضعوا لنفس العقوبات ونفس القوانين. قلت جمله مهمه عشان تطمئني، ان من لا يلتزم بميثاق الشرف ومدونه السلوك المهني يتم الغاء التصريح له فورا. وعلى فكرة اللي ما فيش إمكانية لحد أنه يمارس النشاط الإعلامي دون أن يكون عضوا في النقابة أو بتصريح بمزاولة المهنة. التنظيم طبعا لو مارس ده وهو ما عندوش الترخيص ده يعتبر بقى راجل بيمارس عمل زي بالظبط ما تيجي الواحد معاه ليسانس آداب ويفتح عياده الدكتور. غير قانوني يعني على طول. خالص غير قانون، بتبقى جنايه. يعني البعض بيقول، وده برضو مهم ان حضرتك معانا بنفسك انك توضح لنا ده، البعض بيقول ان نقابه الاعلاميين الهدف من تاسيسها هو التضييق على مساحه الحريه في الاعلام، ونرجع لعهد الاعلام اللي كان موجود في فتره الرئيس جمال عبد الناصر. اولا رد حضرتك ايه عشان نوضح الامور؟ الاعلام اللي كان موجود في فتره الزعيم جمال عبد الناصر هو كان يعني بيساند الدولة في قرارات ومواقف نابعة من فكر ثوري، ثورة 23 يوليو 52 كان بيتماشى مع المرحلة، ماشي مع المرحلة، وزعيم ووجه الإعلام لده، له كاريزما، له مواقف خلى المواطن المصري والعربي له قيمة على الساحة الدولية، بيعمل إنجازات، سد عالي، 1300 مصنع، عدالة اجتماعية، كله مرضي. فكان طبيعي جدا ان الاعلام يقف معاه، مش بالتعليمات مش بالاوامر. اما ارجع بقى لسؤالك، هل المقصود ان النقابة هتعمل بقى نوع من الكنترول او تقييد الحريات او حرية التعبير؟ هي النقابة في النهاية ايه؟ دي بتمثل المجتمع المدني، بتمثل المستمعين والمشاهدين، فاذا هي مش ضد حرية التعبير. طيب أطلع. انا ليا سؤال يعني بالمصري بقى مش باللغة. تفضل. في قنوات كده طلعت، وواحدة تطلع تقدم برنامج وهي قناة مسابقات، احنا مش ضد برامج المسابقات، مش بتكلم على المسابقات الشيك اللي احنا بنشوفها، لا يعني بتطلع تقدم برنامج اتصل على 0900 مش عارفه ايه ويلا قول لنا، دي بقى هتبقى اعلاميه زميله وليها كارنيه في النقابه وكده، يعني هل دي توفرت فيها شروط هو في لجنه القيد اللي هتبحث ده كله. وانا فاهم اللي انت في ذهنك ايه. في قنوات كده اللي هي بيسموها تحت بير السلم. ايوه بالظبط. لا طبعا ديت يعني احنا لازم بنعرف ايه هي القناة اللي المذيع ده او الاعلامي ده جاي يطلب العضوية فيه النقابة بسببه او ياخد حتى التصريح. لا لازم نعمل ده. وخدوا بالكم بقى في تنسيق كامل بين النقابة والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. احنا كنقابة بنتعامل مع الاعلاميات والاعلاميين الافراد. يعني بنتعامل معاكم انتم كافراد. انتم واللي بقيت فريق العمل. إنما المجلس الأعلى بيتعامل مع المؤسسات. بمعنى إحنا كنقابة قررنا عقوبة إيقاف 3 شهور. يعني هل من ضمن المعايير المحتوى اللي أنا بقدمه؟
نعم. بتتحط في الاعتبار المحتوى اللي انا بقدمه طبعا. ما هو الشكل والمضمون بالظبط كل ما الشكل تمام. والمضمون ده وده اللي بناء عليه. وخدوا بالكم ده هيبقى فيه عضو نقابه الاعلاميين هيبقى فيه قسم بيقول هذا القسم اللي هو بيحترم مصلحة الوطن، اللي بيحترم المهنة وكرامة المهنة طبعا طبعا كل ده وكرامته هو شخصيا كل ده طبعا. أستاذ حمدي نروح لملف تاني وهو ملف زيارة بقى سيادة الرئيس للصين، حضرتك شفته ازاي؟ الحقيقة أنا كتبت أقول لكم مثلا من أكتر من 10 سنين الاتجاه شرقا، وكنت بأدعو إلى أننا نعمل نوع من التوازن في علاقة مصر مع القوى الكبرى مع دول العالم طبعا. لأن احنا عشنا فترة لا نتحرك إلا من خلال الغرب، والغرب ما جيش من وراه إلا المشاكل وجع القلب اللي هو المصطلح اللي ظهر مع 2011 قالك الخروج من العباءة الأمريكية، يعني كان ده من ضمن الأهداف بس هو الحقيقة اللي بتعمل دلوقتي وده برضو يحسب للرئيس أنه هو بيعمل توازن بين يعني هنا وبين هنا إنما يعني السياسة القديمة اللي كانت بتقترب حضرات صح. من الانبطاح يعني ما تريده يعني تليفون من البيت الابيض كان في بيحرك الامور على طول. دلوقتي لا، احنا عملنا علاقات متوازنه وده شيء عظيم جدا جدا. ايضا الشرق الصين اسيا الهند، خدوا بالكم ده الصين والهند دولت في القريب هتلاقوا قوة كبرى من قوة العالم قوة كبرى. بس نتمنى برضو مع الوقت ما نجيش بقى تبقى الصين والهند هي اللي مسيطرة واحنا شبه انبطاح برضو يعني لا لا ما مش يعني ما مش عايزين نبقى كده برضو طول ما في توازن من ذكاء التحرك السياسي المصري ان في نفس الوقت وانت بتروح الصين وبتروحي روسيا ومع الهند وشوف رئيس الهند رئيس وزراء الهند قال ايه للرئيس السيسي، قال له انا بعد كده لما اكلمك هكلمك كأخي ان انا يعني تفهمت معاك وحسيت. وبرضه نرجع بقى لاسم عبد الناصر لان الفتره الناصريه كان عمل علاقات جيده جدا جدا مع الهند ومع غيرها. انا عملت فتره كمستشار اعلامي لمصر في انجلترا والهند ولما رحت الهند انا كاعلامي بدات افكر لقيت ان في حاجات ممكن نستخدمها ونستثمر فيها علاقة مصر من أيام عبد الناصر ونهرو. فجيت على المكتب الإعلامي وعملنا فترين كبيرة وفيها صور عبد الناصر ونهرو واندرا غاندي وابنها رجيف. تخيلوا الصور ده تحول إلى مزار للهنود في نيودلهي. فبنحيي ده حاليا وده شيء يحسب تماما للقيادة في مصر أن احنا بنحيي ده لأن العلاقة مع الهند لما تكون علاقة فيها الندية وفيها التفاهم ده شيء جميل طبعًا. نفس الوضع مع الصين طبعًا. نفس الوضع مع روسيا زي ما سيادتك قلت يبقى لازم في توازن الجانب الآخر اللي هو طبعًا. طبعًا طبعًا احنا عايزين ننتهز فرصة وجود حضرتك معانا. وسؤال أخير، وحضرتك طبعًا ليك رأي في خلاف نادي الأهلي باللجنة الأولمبية فيما يخص الانتخابات، فحضرتك شايف إنه ممكن يوصل لإيه؟ هو مبدئيًا أنا كنت عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لعدة دورات ورئيس لجنة الثقافة والإعلام في النادي ومتابع كل ما يتصل بالنادي. حصل نوع من الحساسية غير المبررة ومواقف متشنجة غير مبررة من اللجنة الأولمبية والوزارة بتحاول ترضي الأمور في الوسط فبرضو الدور فوسط الأمور أن بعد قانون الرياضة اللجنة الأولمبية عملت لائحة استرشادية هو اسمها مضلل هي لائحة استرشادية إنما هم عايزين يحولوها إلى لائحة قهرية يعني لائحة تنفيذية قهرية. مشت الأمور، النادي الأهلي قال أنا نادي كبير جدا وعندي مقرين الجزيرة ومدينة نصر والعدد وظروف المواصلات أنتوا عارفين وأماكن الباركينج، قال هنعمل الجمعية العمومية الخاصة اللي هي هل نقبل باللائحة دي ولا نعمل احنا اللائحة الخاصة بنا احنا كنادي الاهلي في المقرين في مدينة نصر وفي الجزيرة. وشيء طبيعي ويعني أساتذة القانون قالوا حقكم صح. اللجنة الوطنية قالوا لا هو مقر واحد، اللجنة الأولمبية آسف اللجنة الأولمبية قالوا لا هو مقر واحد وإلا هنعمل ايه ونعمل ايه. وفعلا الجمعية العمومية الخاصة
بقى حضر اكتر من 15,000 عضو ووافقوا على لائحه خاصه. اللجنه الاولمبيه قالوا لا مالناش دعوه. يعني كده توقعاتك هيوصل لايه؟ يعني يقال ان ده ممكن يتلغي النادي الاهلي وفي اقاويل كتير زي دي. انا عشان كده انا في مقال ليا في الاخبار النهارده بقول يعني من العبس ان الامور تصل الى الغاء النادي الاهلي. طبعا يعني انت بتلغي مش نادي عادي، ده نادي القرن طبعا، واكبر شعبيه وعلى المستوى المصري والعربي طبعا الى اخره. ولذلك انا بادعو الى كلمه سواء بين اللجنه الاولمبيه والوزاره والنادي الاهلي لتجاوز بقى الحساسيات وبلاش العناد. احنا قلنا مقر واحد وانتوا عملتوا مقرين، في النهايه في قانون وفي امور تمشي ان شاء الله. الامور يعني الاهلي فوق الجميع يعني زي ما بيقال طبعا. وبنشكرك شكرا جزيلا الاعلامي القدير الاستاذ حمدي الكنيسي رئيس نقابه الاعلاميين. بنشكرك شكرا جزيلا وصباحك صباح الورد ونورتنا. شرفتنا يا فندم ونورتنا. صباح الورد عليك. مشاهدينا فاصل صغير ونرجع لكم مره ثانيه فقرتنا الاخيره، استنونا. يا بلدي اني ارجع لك يا بلدي.